لا إله إلا الله يا أخوان، أنا شفت لي منظر ما استوعبته. السلام عليكم. هاي يا أختي، إيش تعملوا؟ ها؟ تملين ماي من هذا؟ تشربين منه؟ كيف كذا؟ نعم من ذنك. ها؟ فقع ولا كان نزاف عندنا؟ كيف؟ كان نزاف عندنا بعد لما نحن وقع سيل عندنا. هذا من السيل؟ تحفرون الحفرة هذه وتأخذون من اللي يبقى من السيل؟ لا إله إلا الله، والله بالصدفة يا أخوان مريت ولقيتهم. إنا لله وإنا. تشربون منه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إنا مسؤولين يا أخوان أمام الله، والله إنا مسؤولين أمام الله، جيراننا، أهلنا، أخواننا، معنا في جزيرة العرب. ما شاء الله النساء الستر والعفاف، والله ما حد يرضاها لأخته. أنا هيدي خزان. ها؟ روحوا لا تحفروا لا بير خزان تتأجر. تبين بير؟ خزان. بير وخزان؟ أبشريبه. أبشريبه بإذن الله. الله المستعان يا أخوان، الله المستعان. إذا هذا وضع أخواننا في اليمن، والله إن وضعهم مأساوي، معاناتهم ما يعلم فيها إلا الله. والله إني صادق. الله المستعان. مرحبا يا اختي، انت قلتي ان عندك مريض مكسور. ها؟ فين؟ اي وين المكسور؟ المكسور وين؟ المكسور هذا وين؟ وين وين؟ الرجل وين؟ الرجل المكسور وين؟ هذا. ها؟ مرة مكسورة. أنت المكسورة؟ أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. أنت المكسورة؟ أيوة أنا مكسورة. أيوة. إيش فيكي؟ عندي العمود، من العمود مع رجلي هذا، مش أقدر أمشي إلا السحور لما خرجت السقف هذا. إيه. والله مش أقدر. أنت اللي قلتي لي عنها؟ أنت اللي قلتي لي عنها. كنت أمشي في الوادي والمرة هذه وقفتنا قالت الحقوا علينا عندنا مرة مكسورة. كم لك مكسورة؟ هذا لما ما ركبت لي سنتين. سنتين وانت على الفراش؟ وانا على فراش عن هذه ومريض عن حقيني علاجاته. وين فيه؟ طيب ما رحتي دكتور؟ ما رحتي؟ طبعا العملية وحقا شعوه حقا شعوه حقا شلوه حقا قالوا لي نعم شاء عملية. كم عمليتك؟ كم تكلف؟ قالوا لي نعم حضرة ما تشاء ندري لا كم تكلف. وش معاي؟ الحقيني ما وراكه هذا مش عشان الوهذن لما بحضر موت عمليتك. طيب 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 خلاص حن خلاص 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 حنا حنشوف الموضوع. خلاص ابشري بالخير، ابشري بالخير ان شاء الله. ان شاء الله. تمشي ولا ما تمشي؟ ماشي ماشي عن هذا حن عن هذا الدب عن وين الدب عن سحق لما هناك ذكرنا هناك تحبين حبي دحي بالله لا مش اقدر فيه. ما تمشي تحبي حبي. الله المستعان. بالصدفة والله بالوادي. ها شوفت عينكم، هذه قصة. في خلا لقيتهم والله في وادي، والله ما يجي بشر ولا يجي أحد، لكن الله المستعان. آلاف القصص في اليمن يا جماعة، آلاف القصص في اليمن. والله العظيم يعني اللي يشوف بعينه ما هو مثل اللي يسولف عليكم، ولا أنا أشوف شيء أنتم ما شفتوه، لكن الله المستعان. أبشري يا أختي أبشري، راح نتكفل بعلاجك إن شاء الله. أبشري.